سنواصل الكفاح يا شباب ارتاح ارتاح 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 سنواصل الكفاح حكومة فاسدة الحكومة فاسدة الاستقلال كفاح ونضال ولا بد للغي ان ينجلي ولا بد للقيد ان ينكسر. اكيد ان هذه الزياره اللي قام بها الاعلامي العام اليوم غادي تبقى تاريخيه في ذهن الاستقلاليات والاستقلاليين، لأنها أول زيارة يقوم بها أمين عام لحزب الاستقلال لمدينة الخطيب صالح منذ علاقة بالشأن السياسي في المغرب. ولكن بغيت من هذا المنبر نأخذ فرصة نتكلم لكم شوية على ما يقع هنا بمدينة الخطيب صالح، وثم عملت جولة في المدينة وشفت الوجه الحقيقي في مدينة الخطيب صالح عكس ما يروجوا له بعض المسؤولين المحليين بأن قال الخطيب صالح كانت قرية وردوها هما مدينة. حتى نرى أهر التضحية سبيلنا إلى لقاء يا شباب ارتاح ارتاح I'm sorry.